كشفت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس يعمل في الوقت الحاضر على التخطيط الاستراتيجي للتكيف والتعايش مع الوضع الراهن والتخطيط لرفع الجاهزية المستقبلية والاستعداد لما هو قادم. جاء ذلك خلال ندوة مرئية بعنوان المرأة البحرينية في الأزمات قصة للتأمل والتقييم، نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. قصص المرأة البحرينية في الأزمات قصة للتأمل والتقييم، هذا عنوان الندوة المرئية التي استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلالها جوانب من السياق التاريخي الذي شكل شخصية المرأة البحرينية وأنضج دورها الوطني على مر التاريخ وكيف استجابت للتحديات والأزمات، إضافة إلى تطور دورها في تحمل المسؤولية بشكل تصاعدي يتناسب مع تطور المجتمع. هذه الندوة التي حضرها ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمحلية تحدثت فيها الأمين العام للمجلس عن حضور المرأة الدائم لمواجهة الأزمات الصحية بجانب الرجل، مؤكدة أن المرأة البحرينية ستستمر في تحمل أدوارها المتعددة والمتجددة لخدمة بلادها وحماية مكتسباتها. وأشارت الأمين العام للمجلس إلى الدور المسؤول والفاعل للمرأة البحرينية الذي تمت بلورته في سياق حركة المجتمع وتنظيمه لنفسه. وخلال الندوة أكدت الأمين العام إن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم لم يفاجئ مملكة البحرين ولم تقف بدورها موقف المتفرج من الأزمة، وتمكنت خلال فترة قياسية من وضع وتنفيذ نموذج متكامل لإدارة الأزمة الصحية يرتقي لمستوى الحدث ويرتكز على أسس الاستشراف العلمي واستباق الأحداث وسرعة القرار وطرح الحلول، مستندة في ذلك على فعالية العمل الحكومي والمؤسسي وسرعة التحول الرقمي في العمليات والخدمات وصلابة النظام الصحي. بيّنت الأمين العام للمجلس أن المجلس وبتوجيهات كريمة من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة استنفر بكل جهوده وخبراته لمساندة أعمال فريق البحرين في خدمة المرأة البحرينية وأسرتها في ظل هذه الظروف وبصورة تضمن أقصى درجات الاستقرار العائلي والوظيفي. المرأة البحرينية كانت في حالة حركة مستمرة وتبحث عن موقعها الطبيعي في مجتمعها، فشهدت خلال تلك الفترة مثل ما كلنا نشوف أمامنا بدء تعليمها النظامي في 1928، مشاركتها في الانتخابات البلدية، دخولها مجال التمريض، ابتعاثها للخارج، عملها في مهن غير تقليدية مثل العمل الصحفي والقانوني وفي سلك الشرطة وفي القطاع المصرفي، واليوم طبعا مثل ما احنا شايفين نشوفها في مواقع صنع القرار السياسي والإداري، وكسرت العديد من الحواجز في مجال العمل البرلماني والقضائي والدبلوماسي. فخلاصة الأمر من الناحية التاريخية يتبين لنا بأن للمرأة البحرينية دور مسؤول ومتفاعل تمت بلورته في سياق حركة المجتمع وتنظيمه لنفسه، وبالتالي فإن المرأة البحرينية إذا ممكن نطلق تعبير شخصيتها الجمعية ما تم التعامل معها ولا هي تصرفت كمكون مغيب أو مهمش، وكان عندها يعني قدرة ولياقة فائقة في التأقلم والتكيف مع كل ظرف وطني سواء في الشدة أو في الرخاء. كانت هناك إشادة أممية رفيعة المستوى خلال الندوة أعربوا فيها عن إعجابهم الشديد بنموذج المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على المرأة البحرينية. في فترة الاستجابة للجائحة نجد هناك فرصة كبيرة للاسترشاد في خطط التعافي الوطنية بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة لمملكة البحرين 2013-2022، ولا سيما في تركيز تلك الخطة الوطنية على تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية وجودة الحياة كما ركزت الأستاذة هالة الأنصاري، وأيضا تبوؤ المرأة المناصب القيادية في الحيز العام. تستحق مملكة البحرين الثناء بشأن التعامل مع تحديات جائحة فيروس كورونا
مع التركيز على المرأة التي توجت بحملة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتنسيق دفع الديون ومبالغ الأموال المستحقة على النساء البحرينيات اللواتي صدر بحقهن أحكام قضائية وضعتها وزارة الداخلية في تطبيق فاعل الخير كجزء من الجهود الإنسانية لمساعدة النساء المتضررات من وباء كورونا. عقدنا اجتماع بشهر 4 نحن واليو أن وومن له علاقة بمعرفة ماذا تستجيب الآليات الوطنية للمرأة. وإذا بتتذكري دكتورة يعني كان حتى ردة فعل الآليات الوطنية من الدول الأخرى فعلا اهتمام خاص باستجابة مملكة البحرين، إذ أنتوا قدمتوا فعلا طرح واضح لاستجابات مخصصة للمرأة. البحرين قدمت جملة من السوشيال بروتكشن وقدمت جملة من المبادرات اللي إلها علاقة بالحماية ودعم المؤسسات الريادية الاقتصادية. الأرقام والإحصائيات كانت حاضرة حيث استشهدت بها الأمين العام للمجلس لتثبت حجم وطبيعة مشاركة المرأة البحرينية في مختلف أوجه الحياة العامة ومشاركاتها الفاعلة في إدارة أزمة كورونا، حيث قدمت أيضا تصورا مبدئيا لطبيعة الدروس المستفادة من الأزمة وكيفية الأخذ بها ضمن أعمال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.